مساء الخير. آخر حلقة في هذا السيزون من مساحة حرة، وكم استمتعنا بوجودنا معاكم على شاشة تلفزيون الكويت اللي أتاح لنا هذه المساحة التي نكون فيها بحرية من خلال وجودنا بمواضيع كثيرة. لكن هذا التوقف سيكون بسبب شيء رائع سيأتينا ويمر علينا من خلال وجوده في كل عام، كزائر خفيف رائع دائما نحظى من خلال وجوده باستقبال جميل وسرعان ما ينتهي، حاملا معه ذكريات رائعة نود أن يعود لنا مرة أخرى. البعض يستقبله كتخفيف وزن ورشاقة، والبعض الآخر يحاول أن يكون بروحانية مغايرة عن السنوات السابقة، والبعض الثالث قد يكون هنالك فيه جزئية اجتماعية يود لو تستمر طوال هذا العام، والبعض الرابع والذي قد يكون هنالك فيه جزء كبير من الريبة والشك من خلال أن يكون هنالك فيه تفكير بأن يكون هنالك بدع جديدة، تقاليد جديدة، تطوير كما يسميه البعض. هذا ما قد يكون في رمضان القادم، هذا ما قد نراه من بعض الناس. كيف سيكون شكل رمضان القادم؟ تابعونا. في كل عام ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والغفران، والذي ينتظره المسلمون في جميع بقاع الأرض بفارغ الصبر، يبدأ المسلمون بالتحضير والإعداد لاستقباله. فهناك الكثير من الأمور التي يجب على المسلم القيام به ليكون على أتم الاستعداد لاستقبال هذا الشهر العظيم. فيلجأ الكثيرون لتنظيم الوقت ليستطيع المسلم الاستفادة من كل دقيقة في شهر رمضان، فيقوم بتخصيص وقت للذهاب إلى المسجد، ووقت لقراءة القرآن، ووقت لوصل الأرحام والأقارب، ووقت للأعمال التطوعية، ووقت للاهتمام بالجانب الصحي والرياضي والغذائي أيضا، وغيرها الكثير من العادات الخاصة التي يقوم بها أغلب المواطنين في المجتمع الكويتي في هذا الشهر الفضيل. فكيف نستثمر ذلك التنظيم في حياتنا ما بعد شهر رمضان؟ وكيف نحافظ على التغيير وإكمال ما بدأناه؟ ولماذا ينتهي هذا النظام مع نهاية الصيام؟ وتفاصيل أكثر الليلة في مساحة حرة. من تخصصك شنو ممكن نهتم فيه برمضان هالسنة؟ أول شيء أحب أبارك على السادة المشاهدين وعليكم جميعا حلول شهر رمضان المبارك لهذه السنة. بالنسبة للعادات اللي احنا ممكن نكتسبها أو نمارسها أو نغير فيها في شهر رمضان، للأمانة أنا اليوم يمكن كلمتكم قبل شوي أن أكثر موضوع ما بيتكلم عنه هو موضوع نزول الوزن وتخفيف الوزن، وما يخففون ولا ينزلوا، وذلك لسبب نقطة واحدة، بأن احنا ما نشجع أن الواحد يتبع نظام معين في شهر رمضان لإنزال الوزن وبعد ذلك يعود إلى عادات خاطئة كان يمارسها في السابق. اليوم للأمانة بتكلم عن ثلاث نقاط أساسية بدأت يعني خلينا نقول نشوفها بشكل أكثر في شهر رمضان، وهذه العادات لو استمرينا فيها راح تكسبنا العديد من الفائدة للجسم نفسه وللعائلة نفسها بشكل كبير. أول نقطة بنتكلم عليها هي ممارسة الرياضة. اليوم احنا نلاحظ العديد من الناس أثناء شهر رمضان يقبلون على ممارسة الرياضة، سواء كان من الناس اللي ينتقلون إلى الممشى، سواء الحين شفنا في عادات جديدة الانتقال إلى المجمعات التجارية لممارسة الرياضة فيها، وهذا شيء حلو لأن احنا عايشين في مجتمع حار، في إقليم حار، فالانتقال إلى داخل المجمعات الرياضية لممارسة الرياضة يعتبر أمر جيد نوع نسبيا. النقطة الثانية وهي الأهم بالنسبة لي اللي هي الزينة الرمضانية وتزيين الأطباق وتقديم الأطباق بشكل مزين حلو. الأمهات بلشنا نشوف وايد من الأمهات اللي تجيب أطباقها من برا، اللي تجيب تزيين يعني الأكل، زخرفة الطبق ولا الأكل بالطبق؟ الاثنين، الزخرفة الطبق نفسه لما يكون ملون وشكله حلو ومزين، والأكلة لما تكون تقديمها مقدمة بشكل بأسلوب حلو، هذا الشيء يشجع العديد من الناس على تجربة أطعمة كانوا ما يجربونها بالسابق، وخصوصا الأطفال. يعني لما نتكلم عن أي بيت في طفل نوعا ما، مثلا خلينا نقول بعض الأطفال ما يتناولون سلطات بالمرة، ما يتجهون نحو تناول الخضار، يبعدون نوعا ما عن الفواكه، تزيين الطبق وتقديمه بشكل حلو يشجع الطفل خصوصا على انه يقبل على تناول هذه الاكلات. طيب احنا راح نفصل بعد شوي اكيد، لكن نقول روحانيا شنو ممكن نسوي ابديت جديد في رمضان؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، واحفظ أميره وولي عهده. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على نفع البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. رمضان يعني كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله كلها أيام والله يهل علينا بشهر رمضان. طبعا الروحانيات كثيره يعني ما في ان احنا نعددها بدقائق، لكن اهم شيء صله الرحم في رمضان، لان اللي يصل رحمه الله يساعده على كل الاعمال، على قراءه القران، على الصلاه، على الصيام، على قيام الليل، التراويح، هذه كلها يعني لان الله سبحانه وتعالى جعل رضا الوالدين من رضا الله سبحانه وتعالى، واذا الوالدين راضين عن العبد فانا يعني موقنه ايقان تام إن أبواب الجنة كلها مفتوحة. ولا يدخل علينا شهر رمضان وفي واحد يكون قد عق والدي، سواء العقوق حق الميت أو الحي، أحيانا حتى الميت يكون في جفاء في عقوق له. شلون؟ يعني الحين إحنا دائما نقول بر الوالدين صح؟ صح. وعلينا إن نقوم بالواجبات من الزيارة، من يعني خلينا نقول لك احنا الحين في عمر امهاتنا كبار، عسى الله يطول في عمرهم وزيد يعني من فضلهم. يعني انا عندي ام، نعم، الحمد لله رب العالمين، عسى الله يطول في عمرها لي يا رب. قاعده ازورها، لكن الوالد رحمه الله عليه توفى. صحيح رحمه الله. هني العقوق ان الواحد ينسى والدينه، يعني احيانا مع الصدقات، اول شيء بالصدقه، حتى الاعمال الصالحه، يعني الحمد لله رب العالمين، عسى الله يعز ديرتنا، روحي اللي بتودين عمره 30 و40 دينار تودين عمره محتاج، يعني ما في دوله، ما اعتقد في دوله تودي ب 30 و40 دينار ثوابها عن الوالدين، اي تعطينها صدقه عن ثواب الوالدين. فكل عمل حتى الربع دينار اللي الواحد يتصدق فيه يجعل نيه الوالدين والده والدينه. في النهايه احنا يعني والديننا ووالدينهم ما وصلنا بهذا المكان الا عندنا اب وعندنا جد وعندنا جده الا اقاموا في تربيتنا، يعني فعلا. ويعني خلينا نقول احنا التربيه هذه المشتركه الطيبه، نعم، من عاداتنا من تقاليدنا من ديننا اللي امرنا فيها، نعم. فيعني اهم شيء اللي هي صله الرحم. راح نسترسل ايضا في الموضوع، ولكن نقول ان شنو العادات والتقاليد اللي اندثرت وودنا ترجع برمضان؟ اولا مبارك عليكم الشهر مقدمه، الله يشرفه، هذه كلمة لازم يقولها كل كويتي لبقى يذكر كلمة رمضان، الله يشرفه. قبل 10 أيام 20 يوم فرحتهم حتى اللي حال علموهم على كلمة الله يشرفه، يعني إن شاء الله نلحق عليه ويشرف علينا. صدقيني إيمان، ولا عادة من عادات أجدادنا من 400 سنة إلى الآن انتهت إلا واحدة، اللي هي قالتكم تعرفونها سهلة، النقصة، بس واحدة ما عادت من عادات شهر رمضان، أي اللي هي عادة واحدة اللي هو بطويلة. بطويلة صح. هذه انتهت بالفعل. الكويتيين ما شاء الله تبارك الله إسلام مسلمين الحمد لله، ونتوارث عاداتنا مثل ما قالت الأخت ما بين الصلاة والتراويح، حتى بناتنا حتى أحفادنا الحين يروحون المساجد برمضان، شيء ما شاء الله تبارك الرحمن يتوحد فيه الكل. أختي إيمان، العالم كله الإسلامي إيد واحدة، كل العادات موجودة، وإذا في وقت طويل أنا راح أشرح كل عادة ولا زالت إلى يومنا هذه موجودة. صحيح. إذا راح نرجع بعد شوي نشرح كل التفاصيل والأشياء اللي لا زالت موجودة، والله لا يقطعها من عادة بوجودنا كلنا من خلال شهر رمضان متوحدين مجتمعين، نصل الرحم بالنسبة لأهالينا، وأيضا نحافظ على صحتنا. لا تقولوا لي تخفيف وزن، لأن بصراحة ما حد وفى بوعده بتخفيف الوزن. شفنا اليمعة على السفرة، لكن يقول لك اليمعة توكل. طبعا كل يمعة عندنا بالكويت توكل، احنا ما عندنا الا اليمعة. بالضبط. فبالتالي شلون اقدر اتخلص من عادة اني اكل اللي في الصحن كله؟
شوفي إيمان، إحنا ما نقول لا تأكل اللي بالصحن كله، بس إحنا نقول اعرف حاجتك اللي أنت تحتاج تأكلها وعب صحنك على قدر حاجتك. هم يقولون نقسمها ثلاث أقسام، الصحن نفسه نقسمه ثلاث أقسام. في عدة سبل مستخدمة، في ناس يعتمدون على وسيلة تقسيم الصحن إلى أقسام من خضار من بروتينات من نشويات، في ناس يعتمدون على طريقة إن الواحد مثلاً يعد للملاعق اللي واجب يتناولها في اليوم الواحد وينوع في الطبق. أنا صراحة واحد من الناس خلال شهر رمضان احب السفره للامانه، اقول لك يعني اليوم ما راح نتكلم رجيم، انا قلت لكم، فما احب انه طبق واحد، احب السفره تكون منوعه. العين تشتهي. بالضبط. وحتى شغله ثانيه يعني اذا بنتكلم عليها غذائيا، التنويع في الاكل يكسب الجسم فيتامينات ومعادن من مصادر مختلفه، يعني انا ممكن القيمه الغذائيه اللي موجوده في هذه الاكله تختلف عن القيمه الغذائيه الموجوده في هذه الاكله. اذا انا عرفت ان اخلي صحني او طبقي منوع من مختلف المصادر يحتوي على القيم الغذائيه اللي يحتاجها جسمي، افضل جدا من ان انا اكل طبق واحد. رقم اثنين، بالنسبه للكميات اللي يحتاجها جسمنا، في نقطه لازم ننوه عليها، بأن جسم الإنسان عادة ما تنتقل إشارة الشبع من المعدة إلى المخ في تقريبا 20 دقيقة. 20 دقيقة؟ بالضبط. ليش احنا نحس فيها 20 ثانية؟ لا انت 20 ثانية ما راح تشبع. لا فجأة واحنا ناكل فجأة نحس شبع، لان انت خلاص انت هني تي سويت عبيت يمكن فوق التانكي بوايد. تمام. فاحنا شو نقول؟ دائما نعرف حاجتنا، نعبي الصحن اللي بناكل منه على كثر حاجتنا، لان الإنسان خصوصا في بعد فترة صيام طويلة يبدي ياكل بعينه، يبدي ياكل يحس انه هو للحين ما شبع، يبي يعبي صحنه اكثر من مره او مرتين. فانت دائما تعبي، طريقه مفضله انه تكون الاطباق قدامك، عندك صحن، عبي الصحن من الامور اللي انت تكون عارف القيم الغذائيه مالتها. دائما ما نقول لا تسوون رجيم، يعني على قولتهم احنا بالكويت عندنا الرجيم عباره عن ورقه ولازم تتبعها بالحذافير. لا، احنا نقول انت اعرف جسمك، صح، اعرف حاجتك، قدرها في خلال طبقك واستمتع بالاكل، الاكل متعه. طيب نستمتع بالاكل وايضا نتلذذ بالعباده، ولكن نشوف ان اغلبيه الناس حتى لو ما كان صريح بهذا الشيء يبطن، انه يتباطأ، يتكاسل بتاديه بعض الفروض خاصه عقب الفطور. نجد الخمول ثقل عم ارجاء المدينه. شو نتخلص من هذا الموضوع؟ احنا عندنا مساجدنا اول شيء الاذان، بعدين خلينا نقول بالكويت ايش نقول، نقدع، صح، على التمره، القدوة، الرطب، اللبن، ماي، صح، الحمد لله شربتي، قومي صلي، لا تاكلين، لا تاكل، لا تاكل، اي، لان الاكل شنو معناته؟ يثقل علي، معناته الحين انا بوقف اصلي يا دوبك اتنفس. فيعني حتى الحين لما يعطونهم ثلث ساعه، يعطونهم ربع ساعه على ما يقدعون في بيوتهم يروحون مساجدهم. احنا غالبا نعلم العيال ان بس على يدوبك تقدع وتروح المسجد او تقوم تصلي، اللي بيصلي ببيته بعد يصلي، لكن يعني طبعا الجماعه واحنا في رمضان والاجر يعني يتضاعف، نقول لهم قدعوا في بيوتكم وروحوا مسجدكم صلوا، على الاقل هم تشوفون الجيران، تشوفون الناس، يعني منها المشي رياضه، ومنها المشي، يعني الحمد لله رب العالمين كل منطقه فيها وكل قطعه فيها مسجد قريب. فيعني هني هذه اكمل على الكلام، الرياضه يعني هي تنفس، فانت تتنفس بعدين ترجع تاكل. هني صليت صلاه صح، وفي نفس الوقت يعني ما تعبت، الواحد ما يتعب وهو يصلي ولا يقعد يدوبك يصلي الفرض، لا، صلي الفرض وصلي السنة، ريح، اكل على راحتك، لان فرق بين المغرب والعشاء يعني فتره طويله ترى، يعني فيني انا بعد ما اتفطر اقعد اشرب شاهي، اقعد القهوه، اقعد، فهني يعني عطيت وقت للعباده. تاكيدا على كلام الدكتوره ايمان، يعني الاسلوب اللي وضحته الدكتوره واللي بينته بان الشخص انه يقدع في البدايه وينتقل يصلي ويرجع مره ثانيه على سفره الافطار، هذه الطريقه الصحيه مو بس لنزول الوزن ولا لتخفيف الوزن ولا لاي من هذه الامور، هذه الطريقه لتفادي الخمول، لهضم الاكل بطريقه صحيه افضل، لافراز الانزيمات داخل الجسم بطريقه صحيه مع تناول الاكل بسلاسه، بهضم سليم، نفس ما تفضلت الدكتوره، ان الواحد يقدع ينتقل للمسجد، يصلي صلاته، يقضي فرضه، بعدها يرجع مره ثانيه على السفره، هني على قولتهم حتى جسمه راح يتقبل الاكل بطريقه افضل، يستمتع على الاقل في اكله، مو بسرعه بسرعه. هذه ايضا من عادات اهل الكويت القديمه،
ياكل تمرته ويروح المسجد، ياخذ عياله وكلهم، والحريم تنطر ويرجعون. لا وين الحين يقعدون قبل وياكلون ويشوفون ويشيكون على الانستغرام ويشيكون على تويتر ويشوفون المسلسلات تالي. لا ايمان بعد الحين يمكن قبل لا ياكلون يصورونه بالسناب يصورونه. اعتقد لا والله الايمان برمضان يعني وايد في الكويت ما اختفى هذا الشيء. لا 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 اهل خير احنا طول عمرنا ان شاء الله ايدنا حاليا نشوف النقصه بشكل كبير. لا موجود الحين من الجيران، الجيران اللي قراب على بعض النافله النافله ما التزموا فيها اثنين وخميس. هذه بعد موجودة النافلة بس ما التزموا فيها لا اثنين ولا خميس، هي كانت كل اثنين وكل خميس. وانا ياهل اذكرها طرشني امي يراني يا ابنه فتش الباب وطلع روحي بيت برحمة روحي بيت اسماعيل روحي ذي ودي لهم النافلة. رسخت في ذهني النافلة، وعادة النافلة هريس الله يريش يريس هريس هريس صح جريش. لا طيب احنا نقول انها ليش بس برمضان؟ الحين كانوا موجودين بربع دينار القطه الكبرى. تغير شيء طبيعي. قبل مو رمضان بس، قبل حتى شعبان، قبل رمضان اي ثلاث شهور الاولى يعني هذه التقريب الى رمضان ثلاث يعني شهور وزيدان يعني وصيام المتشدد يصوم الثلاث الاشهر رجب وشعبان ورمضان. وليله الناصفه اللي كانت ضروريه عندنا اختفت نهائي. ذاك اليوم قلت عنها في السناب، اتصلوا كونا فيني اخذوا المعلومه مني، قلت لها النصف من شعبان اللي هو الهدف هو تجمع النساء والرجال لقراءه القران والتضرع الى الله باطاله العمر، لانها تكتب فيها الاعمار، تسقط ورقه وفي ورقه اخرى مولود جديد. فحتى عقب يومين او ثلاثة توفى احد من عائلتنا، قالوا وي ليلة النصف ما الله كاتب له وقاعد يقرا معانا القران، ما الله كاتب له امر يدي. يقنون زمان اول ناصفوا سلم ولدهم، ناصفوا سلم ولدهم، نفس القرقيعة يدورون الصبية بين الاحياء بس لانه مو وارد فيها لا حديث ولا يعني هي من العادات اللي تعودوا عليها الناس. وزينة عادة دينية حلوة اي بس يعني ما فيها حديث صريح ولا ان صوموا في هذا اليوم كانوا يصومون، ولكن يعني كلام الاوليين يغلب عليه طابع الدعاء يعني على الفطرة كان على الفطرة ناس على الفطرة عايشين على سجيتهم. احنا مستانسين بليلة السهر الله يا فرحتنا يحطون لنا دار احنا الصبيان بر. اذا القمرة شقاقية طلعنا نلعب عظيم سهر. نفسر شقاقية وات ذا مينينج اوف شقاقية حق اللي ما يعرف تو ماتش لايت تو ماتش لايت. طيب احنا نقول ان عاداتنا حتى في رمضان ارتبطت بالاكل، حتى النقصه لاينا ندزها مزينه ومن الحين كل شيء مزينه كل شيء الخير كثر ايه؟ تبارك البيوت تتينن الخدام وفيره ما عادت بيوت متراصه. ليش صارت الايد قصيره؟ وطين. ها؟ لا لا ليش الايد صارت قصيره؟ والله ما قصيره ما شاء الله البيوت انا اتفق مع كل بيت مفتوح. انا بيتي مفتوح هذه بيتها مفتوح بس احنا ما عندنا وقت لان احنا اعلاميات. يعني مو الايد قصيره ما عندنا وقت؟ ما عندنا وقت. اللي الكويتي مو بخل. اوكي اذا ما عنده وقت معناته منعت. من الله خلقه ما عنده بخل ماكو كذي. يعني حتى يقول الباب بعد ساعات بس يطرفونه. من يدخل قريبه يطق قال حق الحريم روح اودي الاكل ديوانيه سلم يبو اكلنا الديوانيه. هذا انا شاهدته مع ابوي. طيب ليش كلهم مرتبطين باكل؟ عيد عرس عزاء عزيمه كله بالاكل. انت عندك شيء مع حرف العين. هذا حرف العين انا مسويتها مناسبات حرف العين. المناسبات هو شوفي مثل ما تفضلت الاستاذه غنيمه يعني احنا بديره خير والشعب هم بنفسه بطبيعته شعب طبيعه الشعب الكويتي يوجب يفضل انه مثلا العزايم يحب اللمه يعني ليه اليوم خلينا خلينا نشيل شهر رمضان. العديد من دواوين الشباب نفسهم مثلا تلاقين في يوم بالاسبوع العشاء على فلان ولا العشاء على فلان على اساس ان الشاليه اليمعه عليك انت المرطبات وانت عليك كذا وانت عليك هذا اللي يمنعنا وانت عليك الغداء وانت عليك العشاء عادي. هذا اللي يمنعنا وهذا اللي يربط الشعب مع بعض هذا اللي يمثلنا. هذا عاد بعد اذا الواحد ما يحسب حسبته بس احنا شوي بس ليش ما تطور شوي العاده انه يصير فيها اكتيفيتيز
صار فيها رياضة. اليوم غير إيمان، اليوم احنا لما نتكلم في شهر رمضان، اليوم خلينا نتكلم في شهر رمضان، في أول يوم من شهر رمضان أنا أتحدى جميع المشاهدين، روحوا وتشوفوا الأندية الرياضية راح تشوفونها مكتظة بالناس. أي. دائما الناس بالأندية بشهر رمضان، لأنه يقولك شنو بداية شهر، الشهر أنا 15 ساعة صايم راح يساعدني على إنزال الوزن. حلو. فأنا يعني أحس إنه هو فاضي. إيه لا ليش ما يسوي هالجدول طول السنة؟ إحنا نشجع. يعني بس إذا صمنا وما كلينا معناته فضينا عن الشغل، فضينا عن ما هذا نقدر نسوي رياضة. لا هم الناس شنو يكون في بالهم؟ يعني في أغلب الناس اللي راجعونا في العيادة شي يقول مثلاً إن أنا هذه فرصة يتني إنها بداية تغيير في حياتي، أنا هذا الشهر هو من الله راح يساعدني على إنزال وزني، فأنا دخلتها كخطوة أولية في الانتقال إلى حياة صحية جديدة ممكن يعطيني البوش هذا. ف الأندية الرياضية مكتظة بالناس، الممشى رغم الحر، رغم أن الناس صيام راح تشوفوا قبل الفطور بساعة يمشون بالضبط، المجمعات التجارية اليوم يعني في كذا من المجمع تشوفينه مليان ناس، الناس مقبلة على الرياضة، مقبلة على التغيير، المشي وايد والسباحة، ونتمنى هل هالتغيير اللي الناس يسوونه بحياتهم يستمر معاهم إلى أشهر ما بعد شهر رمضان. طيب احنا قاعدين نشوف أنه فعلا نلبس كلنا ثوب مغاير عن السنة كلها في شهر رمضان، كلهم في طريقة، ولكن نتوحد مثل ما تفضلتوا قالت أستاذ غنيمة وأستاذ أحمد أن كلنا نكون أهدى، كلنا نكون مترحمين مع بعض، نصل بعضنا. باقي السنة ليش ما تستمر معنا هذه الأمور؟ إذا رجيم كيفه ما يبي يكمل رجيم، إذا عنده عادات وتقاليد توقف كيفه، الحياة إيقاعاتها سريعة، ما تعرفين الصبح دقيقة، صار الظهر دقيقة، ليل والليل شطولة والنهار شطولة وما خلصتي شغلك. توافقين هالرأي؟ أنا دائما أقول تنظيم الوقت. يعني إذا أنا عندي مذكرة في حياتي من يوم أنا صغيرة للحين مجمعتهم، يعني ذكريات حياتي، أحب أني يعني أكتب كل شيء، يعني بقوم من النوم اليوم أنا عندي هذا الموعد الفلاني، بداوم دوامي، بمحاضرتي تبدي تنتهي، لازم أكتب، أوقت كل شيء في حياتي في توقيت. ما أعرف أعيش يومي بدون مذكرة، هذه المذكرة صراحة أنا أكتب فيها، يعني أحط صح العمل اللي سويته اليوم، أحط فيه صح ما سويته أأجله وأحطه حق اليوم الثاني، من الأولويات أعتبره من الأولويات. فأي قضية تنظيم الوقت، لأن يعني ديننا يأمرنا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، يعني هذه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يوقت لنا، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يبين لك الخط اللي أنت تمشين عليه عشان توصلين إلى الهدف. فأنا عندي هدف في الحياة، هدفي أني أنا في هذا اليوم أصل رحمي، في هذا اليوم يعني عندي مبادئ أعلمها عيالي، في هذا اليوم طالباتي أكون بيني وبينهم، عندي وقت معين حق طالباتي تحبون تكلموني بالتلفون في هذا الوقت، هذا الرقم التلفون، غيره ما تتصلون. فيعني هي قضية تنظيم وقت، فالحمد لله ترى احنا كلنا 24 ساعة عايشين، وكل واحد عنده 24 ساعة يعيش فيها، لكن مثل اللي عنده معاش، واحد معاشه 500 دينار والثاني معاشه 2000 دينار، بو 500 عايش ومبسوط ومستانس وياكل ويشرب ويقول الحمد لله رب العالمين، بو 2000 دينار يقول ما هي نهايه الشهر الا خلصت فلوسي، شنو يعرفهم هالناس؟ فهذه يعني هي سبحان الله هي قضيه رزق. الله يسلمك. وشلون انت ترتبين هذا الرزق اللي الله قاعد يعطيك اياه؟ الرزق ترى الوقت رزق من الله سبحانه وتعالى، يعني الله يعطي ابن ادم يعني اللي يسعى يعطيه يعني فطنه انه يدير وقته، وهذا يعطيه فطنه شلون يدير فلوسه، وهذا يعطيه عمره شلون ادير عمري. فالحياه كذي مرتبه، اللي يرتب حياته يقدر يعيش. نعم. اذا خلونا نشوف ما هي العادات اللي ممكن انك انت ايضا تستثمرها في رمضان او ممكن انها ما عادت موجوده. في الشهر الفضيل يكون اكثر ترابط، وأحيانا أن يكون فيها التزاور بين الإسار وبين الأرحام، بغير شهر رمضان. شهر رمضان طبعا كما عارف الجميع شهر عبادة، والصواني الله يكثر الخير بين هالجيران متبادلة ورايحة ورادة، وهذا خير وتعودوا عليه الكويت من زمان، يعني من آبائهم وأجدادهم السابقين. الواحد يكون طول السنة ملتزم صلاته وهذا، بس برمضان الواحد لا يجاهد أكثر،
من ناحية ختمة القرآن يختم مرة مرتين، ونفس ما تفضلت تراويح لجام، فبرمضان يعني غير يكون يجتهد الواحد، راح مارس الرياضة، نمشي مثلا قبل الفطور أو بعد الفطور بعد الصلاة، يعني الواحد يكون يغير كل شيء في حياته برمضان. الأغلبية يعني تزورون برمضان، يصير في صلة أرحام شوي. يعني مثل ما تعرف إن إحنا مثلا الناس بوقت الفطور يعني يودون حق الناس نقصة وكذي، فبس تكون يعني شيء من التواصل وعبادة الرب وشهر قرآن. أهم شيء عندنا لازم القرآن والعبادات وصلة الرحم، لازم تتوافر فيه الناس، تزور بعضها وتشوف بعضها، ويشوف واللي له كبير يعني يشوفه، واللي له والده يعني لا يقطع فيها، واللي له أبو لا يقطع فيه. نعمة الله تصير أكثر من الأيام العادية رمضان، والناس تغرب لله قراءة القرآن، والناس كثرة بالمسايد يعني أكثر من الأيام العادية. الكل يعني يغير روتينه ويغير مثلا حياته فيه، وتكثر فيه مثلا الزيارات والطاعات والعبادات، تكثر فيه أمور كثيرة يعني حلوة وايد. الكلام قريب جدا من اللي احنا كنا نقوله، لكن قاعدين نلاحظ ايضا ان في احتياجات خاصه للجسم غير عن السنه في شهر رمضان بالنسبه للغذاء. شنو الاحتياجات الضروريه اللي احنا ما نغفل عنها؟ شوفي، من اهم الشغلات ايمان اللي احنا دائما لازم نحرص عليها في شهر رمضان، خلونا شوي من الاكل، خلونا ننتقل نحو شغله ثانيه اللي هي الماء. جسم الانسان الماء يعتبر من العناصر الاساسيه، ان لم يكن هو الاساس اكسير حياه. بالضبط، لانه هو اللي يحتاج الجسم لكي يعيش ولكي تنتقل المواد الغذائيه في الجسم كله. احنا مثل ما انتم عارفين الاقليم اللي احنا نعيش فيه جدا حار، تمام، يتطلب من الجسم ويسبب هذا الاقليم الحار يسبب جفاف لجسم الانسان. برغم غير عن هذا، ان انت خلال اليوم ممكن تكون 15 ساعه 16 ساعه صايم عن تناول الاكل او شرب الماء، مما يزيد من فرص اصابه الجسم بالجفاف. لذلك احد الاخطاء اللي احنا نقع فيها في شهر رمضان ان احنا نركز على شرب الماء في فتره السحور، وهذا شيء خاطئ، ان انت ما يصير تكود الماء كله اللي بتشربه في حاجتك ليوم كامل خلال فتره واحده اللي هي فتره السحور. كم لتر باليوم؟ ما في احد يقدر يقول لك كم لتر، لان حاجه شخص عن شخص ثاني، حاجه الرياضي تختلف عن حاجه الشخص اللي قاعد البيت. معدل من الى؟ يعني انا شوفي، انا بالنسبه لي انا اقول للمراه ما لا يقل عن لترين ماء باليوم، بالنسبه للرجل ما لا يقل عن 3 لتر ماء باليوم، مقسمين على اليوم، على مدار اليوم كله. اذا في واحد يبي ياخذها بصفه تقريبيه، قلاص المي العادي اللي احنا نشربه مثلا ممكن يعادل 250 الى 300 مللتر، فانت بحاجه الى 10 قلاصات مي اذا كنت رجل، بحاجه الى 8 قلاصات مي اذا كنت مره في حياتك اليوميه على الاقل. على الاقل لقياس معدل حاجه الجسم. احنا دائما ما نقيسه، عزكم الله وانتم بكرامه، في لون الفضله او التبول، كثر ما كان البول شديد الاصفرار والرائحه معناته ان الجسم جاف، يحتاج كميه ماء اكثر، يحتاج الى سوائل، يؤدي الى ترسب املاح والتهابات والام مفاصل وغيرها من هذه. فاحنا للوقايه من هذا الموضوع دائما شو نقول؟ خلوا قلاص الماء او قلاصين ماء كل ساعتين، على اساس يكون في ترطيب دوري لجسم الانسان خلال فتره الفطور. طيب في ناس ما عادوا يتيمعون نفس اول، شو السر؟ والله التجمع موجود، بس انا بوجهه نظري ان احنا كنا نجتمع كل ليله بوجود الاب والام، اهلنا قبل يعني، بس انت فطر نروح نصلي العشاء عندهم، من حبنا حق الام والاب شايب وعيوز نبي نشوفهم. الان مثلا انا الحين عندي عقب الفطور ممكن عندي دعوه، تعالي يبوني، عندي عمل، فلما يجون البنات او الاولاد ما يلاقون امهم، ابوهم متوفي الله يرحمه الله عليه، فما صار في ظروف. لكن انا اقول لك عندي يوم برمضان فطور عندك، عندي هو فطور كل يوم موجود حق اللي بالبيت معي، انا كل عيالي معي بالبيت، بس بنتي معرسه ورايحه برا، ولا متزوجين كل واحد وبيته يمي عليهم. فاحنا يوميا تفطر، فبعد الفطور نحط الحلو ونضحك، وبعدين ما شاء الله تبارك الرحمن كل من يروح حاسبه له طريقه. طيب احنا نقول ان ايضا الجلوس بالمساجد يكون شيء راقي، شيء رائع، منظر الواحد يشوفه ينشرح للقلب. متى أفضل وقت أن نشوف هذه التجمعات موجودة؟
والله هي صلاة التراويح يعني ليش سميت صلاة تراويح؟ تروح عن النفس. طبعا أنا يعني من هذا المكان أوجه حق الأمهات اللي عندهم بزورة يهال صغار اللي يبونهم في المسجد ويزعجوننا أمانة. إيه يعني هذه تعور القلب حتى في الحرم. إيه يعني ما يخالف الحرم بعد يحيل الله وبيت الله يبولون. لكن إحنا الحين مساجدنا صغيرة ما هي مثل الحرم يطش الياهل ولا تروحين أنت بروحك بعيد. هني يعني اللي عندها يهال تلتزم في بيتها صح. وصلاتها ببيتها أفضل من صلاة المسجد صح. لأن عشان ما تؤذي الناس بعيالها. بعدين اللي يعني عزك الله هذا الطفل مثل ما تفضلت قد يوسخ قد تعطيه أكل ويأكل يؤذي بقية المصلين بالصوت يبكي بالصياح يبكي يصرخ يصيح تعالي وأحيانا الطقة بعد صح. يعني أنا دائما أمسك الأمهات أقول لهم أنتوا جايبينهم المساجد لا تطقونهم لا تطقونهم صح وقعدوا في بيوتكم وربوا عيالكم لما يكبرون عيالكم يبوهم المساجد مو معناته يعني أنت الطفل لما يصير 6-7 سنين أحيانا حتى 5 سنين يفتهم صح جيبه معك إذا الولد يقعد مع الأبو وإذا البنت مع أمها لكن إذا شفتي أول شيء مشاغب شفتي قد زين أنا شو الفائدة أروح المسجد وعيوني بس تفتر على الياهل ويدودهون بالصلاة ما تعرف خلاص والله ما أعرف شو أقول ما تعرفين شو تقول يصيح يمي على طول رضيع اي وما في خشوع يعني انت تبين الخشوع في الصلاه الصلاه ما فيها خشوع صراحه وبعض الامهات الكبار يعني المسجد لحرمه فاحيانا تجيب الشغاله صح. الشغاله ما هي طاهره صح. ما هي نظيفه يمكن مو طاهره ما يصير تدخل المسجد فتقول لا انا اذا كانت مسلمه ما يخالف احنا ما نقول لا هي ما تدخل لكن اي لكن لا احيانا يقعدونهم ومساكين مطلعينهم من المطبخ صح وريحه ملابسهم كانت تعرفين اليوم طابخه مكبوس دياي ولا مكبوس لحم ولا فيعني وهذا كله تنفير حق المصلين اكيد فانت يعني اذا بتجيبين الشغاله المسلمه حرصي مثل ما انت جايه بزينتك بنظافتك يعني خذوا زينتكم عند كل مسجد مسجد نعم فالله سبحانه وتعالى يقول زينتكم مو ان انا بتسنع وبترتب لا هي نظافه نظافه الملبس الريحه ما تقصين بصل وياجتني مسجد ما يصير احنا والله ان لما توقف معاي وحده اعرف شنو طابخه اليوم فما يعني هذا كله له حرمه المسجد له حرمه ولا قعدوا في بيوتكم وصلوا في بيوتكم تروحوا في بيوتكم ما حد يعني هي مو فرض هي مو فرض طيب شنو الأكلات أو الشيء اللي نشربه معين يؤدي إلى الخمول غير المشهور جدا اللبن؟ الخمول هو يعني إذا بنشرحها بطريقة أو بأخرى كثر ما كان الأكل دسم وكانت الوجبة ذات قيمة غذائية عالية تدفق الدم يتجه نحو هضم الأكل يعني ما له علاقة بالمشروبات كمشروب معين يؤدي إلى خمول ما في يعني حتى اللبن اللي يعني مأخوذ يعني في ناس عصاير على الفطور بالنهاية أنت جسمك إيمان يتعامل مع الأكل شنو كوجبة متكاملة شنو أكلت يعني أنا سؤالي بالنسبة للناس اللي يقولون لبن أو بالنسبة للناس يقولون عصير هل إذا أنا شربت قلاصين أو 3 قلاصات عصير وطلعت ما تفطرت راح يحوشني شعور في الخمول او شربت قلاصين لبن وطلعت بس خلاص كان فطوري عباره عن قلاصين لبن بس وبدون شيء ما راح يسبب لي خمول ولكن لما تكون وجبه دسمه وجبه ثقيله معاها هذه المشاريب العاليه في السكريات او ذات القيمه الغذائيه العاليه تدفق الدم يكون نحو المعده ويوخر شوي عن الراس فعلى اساس كذي شوي الجسم ايش يصير فيه ابي انام صح خثلت بدخت ابي انام طيب خلينا نشوف هذا المشهد ونرجع نستكمل حديثنا نعم خشة بطاط معاملة يا عمي وقعها الله يخليك حوش فتش فتش صايم صايم مالي خلق لا معاملات ولا شيء يلا يلا هناك هناك عندي طيب يلا حتى انا صايم يا اخي وقع المعاملة خلي اروح الله يرضى عليك قاعد اقول لك معاملتك مو عندي يا اخي صايم تكفى لا تنرفزني الله يخليك يقول مو عندي المعاملة روح عنده عنده المعيوف روح ادري ادري بروح حق معيوف يلا محبوب راح حق معيوف يا روح خلي وقع لك روح اللهم اني صايم اللهم اني صايم تفضل اخوي تفضل ايش فيك معصب الله يهداك ليش هدي يا جماعة صيام ايش فيكم؟ ها ما يبقى خلاص شباك 3 يرجع عمل اللازم
وصفة طبية مو معاملة. هاك هاك يبا هاك تفضل بس تكفى. ابتسم. اي ابتسم. ما ادري ليش مقعدين هني. انا لو مو انت موجود هني صدقني كان انا حارق المكان وطالع. اي لا تحرقه لا تحرقه انت تحرقه. اشوى اللي ماكو طار كان استنزلت علينا. تفضل تفضل. مشكور اخوي مشكور. تفضل شباك بس ابتسم ابتسم. اللهم اني صايم. بالقفشه اللي بحل اهم شيء الهريس وشنو والمسقعه المسقعه والمكبوس هذا تشريب وين 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 يا لحم بس ما يحبون التشريب يعني. انت شنو اكلاتك المفضله برمضان؟ انا وايد ما اعدد ما خلص غير الجيمات اللي تحطهم انا توني قاعد اقول لك انا المرحوم يحب التشريب احط الحين العيال يشيلونه ما ياكلون احيانا من خلال اللي قاعد اشوفه فعلا لذيذ مرق وخبز لا لا في ناس تحبه يعني بالنسبه للهريس اخف انا بالنسبه يعني اتوقع ان كل مشاهدينا الحين ادري انه مو وقت اكل لكن الواحد يستطعم لكن اتوقع ان الاكل باليمعه نشتهيه اكثر طبيعي طبيعي باي اي باي مكان في العالم مو بس ترى بالكويت في دول العالم كلها صاروا مثلنا يقلدوننا كله يمعات واكل اليمعه تجانب وقام يعرفون اليمعه تشجع على الاكل تمام وخصوصا احنا بالكويت تلاقي الامهات الله يطول باعمارهم دائما جرب هذا مسويه هذا ذوق اللي انا مسويته ما برت شبه اي واذا انت قاعد بين بعد اذا يعني لا من مرتك ولا من امك ولا من اختك ولا من مرت اخوك كل واحد مسويه طبق ولازم لازم تذوقه طبعا شنو اكلاتك المفضله برمضان؟ والله كل اللي تسوي ايد الوالده عجيب يطول بعمرك أيوة لا 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 هاي جواب سياسي نبي الطبق الاساسي لا والله ما انا كل شيء اللي تشوفين على السفره خلاص ما تقاومينا لا لا والله كل شيء يعني ما اريد شيء ما شاء الله الله يعني ما اريد شيء من الوالده كل شيء كل شيء عجبني انا الهريسه ما قاوم هريس انا هريستي بدون سكر لا لا ما اعرف ما احط اذا ما تصير بنيه من الدارسين والسكر يعني تقلب معي سويت رجيم اخر شيء رجيم. لا 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 ممنوعه من هذا السكر بس احط معاه مرقه صدقوني قول عيالي شلون قلت ما عليه منكم مرقه مع الهريس الهريسه مالحه حاليا لا الهريسه حاليا من مع السكر والدارسين بس بدونها لذيذه مع المرقه مرقه باميه بالذات غريبه مرقه باميه وهريسه هذه راح نسجلها باسمك الاكله عجيبه يرضوها الهريسه الغنيمه بدون بدون دارسين بدون دارسين او يعني اكيد بعد باميه ودارسين ما يضرب بروحها مالحه مالحه بعد احنا هريستنا نحط فيها طماطه نضربها بطماط ترى غريب هذه مضروبة مو هريس لا أتوقع المضروبة اللي أنتوا عندكم الدياي والعيش هذه المضروبة لا المضروبة اللي تحطوا معها طماط لا هذه هريسة مضروبة مو قمح المضروبة من عيش فيها مرقة بامية ايه؟ وأنا ما أدري المضروبة عيش عيش المضروبة عيش مع دياي طيب يضربونها كأنها يريش الحين احنا نقول فعلا تصير كأنها وكأنها خثرة خثرة هاي ايه؟ مع السمك ايه؟ ايه؟ ننتقل حق روحانيات دخول مرحلة الفجر شلون نقدر نقسمها في اللي بيختمون قرآن في منهم قيام ليل في منهم يصلوا لهم ركعتين شلون نقدر نقسمها لغاية وقت السحور فنبدأ يومنا طبعا الحين احنا دواماتنا عشان احنا نكون واقعيين شوية دواماتنا تحكمنا فما فيك تقولين حق الناس كلهم يلا قيموا طول الليل وبعدين تأخروا عن الدوام العمل عبادة صحيح ويعني طالما انت في قانون العمل في البلد يعني ما فيك تقيبين بحجة انك صايمة صح طبعا انا دائما احرص على ان بدامي انا في رمضان ومكلفة في عمل إذا يعني علي أني أنا ما أسهر طول الليل بحجة أني أنا بقيم الليل وبقرأ قرآن وبعدين يطلع علي الفجر يعني إحنا كأساتذة في جامعات وفي كليات لا إحنا نداوم يعني وهذا دوامنا نعتبره يعني نجعل من العمل عبادة صحيح. هذا واحد اثنين لما أنا أفكر في قيام الليل من العشاء إلى قبل صلاة الفجر هذا كله قيام الليل ففي أي واحد بعد صلاة العشاء بعد ما يزور أهله قبل لا ينام يصلي له كم ركعة لقيام الليل وإذا ما يقدر يعني يقعد يوتر قبل لا ينام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل آخر أوقاته هي الوتر يبقى قراءة القرآن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم إن قرآن الفجر كان مشهودا طبعا أنا دائما لما أحد يضيق عليه أمر ويسألني أقول له إن قرآن الفجر كان مشهودا ما في دعاء وتأكدوا وكونوا على يقين ما في دعاء بعد صلاة الفجر ويفشل
إلا والله سبحانه وتعالى يبرد كبدك ويعطيك اللي تبين. فالواحد يكثر من الدعاء يعني بين الإقامة وصلاة الفجر، لأن في هذا الوقت الله سبحانه وتعالى قال إن قرآن الفجر كان مشهودا وتشهده الملائكة. والقرآن هو ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن والدعاء. فيعني الدعاء أبد يعني سبحان الله مثل السهم سبحان الله. ما في يوم دعيت رب العباد بعد صلاة الفجر إلا وكانت الاستجابة، إلا وسبحان الله إذا مو اليوم باكر ما في يعني سبحان الله. يعني وراء الإقامة بين الإقامة هو الدعاء، ما بين الإقامة وصل والصلاة مستجاب. فما بالك لما نكون في صلاة الفجر وإحنا عندنا تقريبا ربع ساعة ثلث ساعة بين الأذان وإقامة الصلاة، هني سبحان رب العزة ما في واحد ويدعو ويدعو بيقين، مو إن الله بيستجيب لي ولا ما. بعض الناس يقول أنا قاعد أدعي الله سنين ما الله استجاب لي، عنده شك في الاستجابة، لكن الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم. الواحد لما يدعي الله يقول أما يجيب المضطرة إذا دعا ويكشف السوء. الله سبحانه وتعالى يقول يكشف السوء على طول، يعني ما يأخرج لا على طول يكشف السوء عنك. فالله سبحانه وتعالى جعل لنا هذا الوقت يعني مبارك، فما بالك لما يكون أيضا في شهر رمضان. طيب الممشى ناس هبة وناس رياضة وناس عن قناعة، ومتى أفضل وقت للممشى؟ هي هذا السؤال يمكن احنا برمضان هذا السؤال نسأله 300 مرة باليوم. أنا راح أخذ الإجابة منك بعد المشهد علشان نقدر نفصل براحتنا. عطونا المشهد. بس يا حبيبي بس الحين انت الله يهداك جاي الممشى لابس دشداشه بعد ما اعرف البس نفسك شنو تحط بعد حتى بحط بنطلونك بدلاخ شنو جولجي ايش اسوي انت الله يذكر ايامك يا جاسم بهمن حاجيك الليله لا تنسى الليله لا تنسى قبقه سردار اليوم مسوي قبقه شغل عدل عند أم تسوي الجيمات من كثر مال الجيمات شغل عدل ودك أم تصير أمك لا يا إبا ما أبي أنا أم تصير أمي بعدين تبي تمشينا رياضة وتودينا قبقات ما يصير يدي قبقات يا رياضة مو إحنا إيش قاعد نسوي هاي الرياضة شنو قاعد نحرق بعد شنو ناكل ونحرق هذا هو أحاجيك بسرعة بسرعة خلنا نمشي تكفى خلنا نلحق على المصارعة بالتلفزيون هاي حطوا المصارعة قبل الفطور مصارعة بعدين بعد الفطور يا عمي مصارعة طقم طاقك بوكسات تمتشع أنت الله بالخير هلا ما فيك بشوة بلى ما تبي تبكي بلى بس خلنا نبكي على قلبك متى نمشي؟ أساس نفسرها في طريقة علمية في البداية وبعدين نبدأ نشرح عليها واحدة واحدة. جسم الإنسان لما يمارس أي نوع من الرياضة إذا كانت الرياضة تؤدي إلى ارتفاع دقات القلب إلى رقم قريب من الدقات القصوى كل إنسان فينا يحدد له نبضات قلب قصوى اللي هو 220 ناقص عمر الإنسان. إذا أنا بفرضا كان عمري 30 سنة 220 ناقص 30 هذا يؤدي إلى 190 ال 190 هذه تعتبر نبضات قلبي القصوى. إذا أنا مارست رياضة بطريقة وصلت إلى رقم قريب من ال 190 190 180 اللي بدأ يعرق وبدأ ينافخ وتبدأ تناهت والنفس يصير سريع ما تقدر تتكلم مع شخص أنت قاعد تمشي يمه هذه هنا تصنف رياضتك كرياضة شديدة. الجسم يبدأ ياخذ الطاقة من السكر اللي موجود في الدم. إذا أنت صايم إذا ما في سكر في دمك لأن ما أكلت شيء فما في أكل تحول إلى سكر فلا ينصح بممارسة هذه الرياضة قبل الإفطار. إذا خطأ وجودهم في الممشى قبل الفطور. هذه الشديدة إذا كنت تمارس رياضة نبضات القلب ما ترتفع إلى عدد كبير مثلا كانت رياضة على الراحة مرتاحين أقدر أسولف مع اليمي مشي خفيف حتى لو كانت إذا كان شخص رياضي مثلا لاعب كرة ويقول أنا والله بهرول هرولة خفيفة هذه الرياضة أنا بالنسبة لي لأن لياقتي مرتفعة ما ترفع من عدد نبضات قلبي بشكل كبير فصارت نبضات قلبه نازلة تصنف كرياضة منخفضة المستوى. الجسم يبدي يستمد الطاقة من الدهون اللي موجودة في الجسم فما يحتاج سكر ممكن ممارستها قبل الإفطار. فإحنا دائما شو نقول بالنسبة للناس اللي يمارسون رياضة منخفضة الشدة يفضل ممارستها قبل الإفطار. بالنسبة للناس اللي رياضتهم شوي شديدة اللي فيها مجهود بدني عالي تفضل تكون بعد الإفطار. طيب إحنا قاعدين نشوف أيضا من العادات والتقاليد اللي ما انمحت موجودة القرقيعان ولكن فناتق الدنيا بدأت تطلع يقولون لك هالسنة القرقيعان هندي. لا لا شوفي خلي يستانسون الشباب
احنا يوم احنا بكبرهم وبسنهم كل نشوف الفنادق ونسويها. انا ايجابية في كل حياتي، قيروا لكن العادة موجودة، خلي يقيرون. يعني عشان بحط اللي امي تسوي لي الدقة لي بالماكينة خرج امريكن وروح اقرقع عند اليران، الحين حفيدتي خليها تلبس امريكن، لا تشيك انها عروس مدينها الكوافير سابقين اظافرها فاللي شعرها وياية مستانسة ومعاها يعني جنطة حلوة. خلي الحياة حلوة لكن العادة ما تضيع، العادة موجودة. يعني انت مع التغيير بس العادة الأساسية موجودة. لأن احنا قبل تين ونخي وشاكلت بوميوة، الحين تعال شوف القرقيعان، لأن الحين هذا الموجود. وين التين المجفف؟ وين النخي؟ وين الملبس؟ موجود ما ياكلونه. احنا اللي قبل ما شفنا خير طول الليل نقع التين نقلب صوبة، ما ننام طول الليل، وهذا النخي الخضر والشاكلت الله يفرحك. بس مو أفيد من الحين؟ لا دسم الحين الكاكاو في بسكت شحلاته وفي يوز هو شحلاته شحلاته بس الأكل الأولي أفيد. هذا هو تين ونخي الخضر شكلك في الحين الكاكاو ورناق واشكال وناسه والحلاوه والبرميت الملون. بس انا اختلف بوجهه نظر واحده اللي هي شنو هي مثل ما تفضلت الاستاذه غنيمه شنو قالت الحلاوه القديم ما ينوكل تمام بجيل هالايام. بس انا اللي اقوله شنو ان حتى بعض الامهات في انواع القرقعان اللي يسوونها تمام يضيفون كميه من الحلويات هم ما تنوكل. ففي كلتا الحالات احنا في 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 يعني خل عساس انا الاستاذه تحب تكون ايجابيه وايد بس انا هم شوي كوجهه نقد بسيطه ان في نوع من الاسراف في نوع من الاسراف. اذا سلطان واحمد واميره شو محاضرين لنا ورونا؟ احنا نقول ايش رايك في هذه المساله؟ ختمنا بكلمه اسراف، هل فيها اسراف؟ بات فيها الاسراف الحين؟ اقول لك مثل كويتي اي الدز من المز، اللي عنده بيحط هذا اللي عنده قام يتسلفون عشان الموضوع ليله لو تسلف باقي عشان ليله بعمري ابي الليله القرقعان. لا ما شاء الله. هل انت توافقين هذا الموضوع؟ والله انا في كل الحالات يعني سواء بسيط متوسط يعني طبعا ما نصرف انه يعني مو الموضوع انه احنا والله بنسوي حفلات ويعني إسراف لا يعني غير متناهي، لكن لو كان بسيط أنا أحب البساطة. يعني إذا كان باهظ على قد لحافهم إيه يعني لا الواحد ليش يكبر الموضوع؟ يعني أنا أحب اللي هو يطقون البيبان. أنا للحين أخذ اليهال وأفتر فيهم عند الجيران أجمع الأحفاد اللي عندنا وألبسهم اللبس الكويتي الدشداشة والسديري. أنا أحب البساطة ما أحب الزيادة، احب اللبس الكويتي اللي هي الدراعه الدشداشه احب هذه الاشياء واحب انه يكون بسيط اللي هي ينطق البيبان ويعطونهم القرقعان. وحتى لو تيمعوا التيمع يعني ما يكون مثل ما قلتي انه في اسراف وايد وان الواحد يكلف نفسه على هذا اليوم، هو يعني عاده ودنا هي تستمر لكن بطريقه يعني بسيطه. صح نتمنى هذا الموضوع، لكن انت تحبينها لو شنو كانت، المهم يكون فيها سعاده. انا مؤرخه وانا مؤرخه للسعادة تراثيه، انا ام التراث، خل يستانسون بهالليله وعليهم بمئة عافيه. اوكي بس وين راحت الطقطقه مالت قبل الحين المسجله والدي جي؟ الحين نخاف مني جاليه كذي ومني جاليه مني ومني متروس الفريج صبيان يخرعون شنو نودع يالنا. انا عندي سؤال خالتي، ايش رايك بظاهره مثل ما تفضلت ايمان، ظاهره انه مثلا ان الاطفال يتمشون وبيدهم مسجل يغني عن بدالهم؟ لا ما صارت لا صارت لا والله صارت شن ما اشوف كذي هالسلبيات. انا ابي رايك، انا ما قلت سلبي. تفضلين الاغاني ولا المسجل؟ لا انا ينفصونيون في بيتي يسوون كنا يمانا يا اهل. ايوه البنات على كتر الرقه وبيت واصلح لهم لانهم يقولون بيتك صير. اقول لا قولوا بينك صير وانا اردح معاهم.
بين قصير ورميضان، يعني قصير اللي هو شعبان، شعبان ورميضان. بعدين يقولوا لي من اني يقولوا قنيمه انا اسلم قني، وانا مع المصبنه معاهم اسلم قني. الحياه حلوه، يطول بعماركم يا ربي. متفائل، التفاؤل جميل، جميل جدا. كلمه ختاميه شو تقولين؟ والله الله يشرف ان شاء الله، وكلكم انت وان شاء الله بخير ونعمه وبصحه وعافيه، ويمعة الأهل وصلة الرحم والرحمة على المسلمين جميعا، وزكاتنا نطلعها في هاليوم. كلمة أخيرة. كلمة أخيرة أتمنى من خلينا نقول كبار السن أن تكون نفسياتهم يعني تاسع للجميع، وأن يفتحون بيوتهم على الأقل في بداية رمضان حتى يصير في تجمع. إحنا نقول صلة رحم، لكن بعض الناس عينه ضيجة، احنا لا جايين لا حق شرب ولا جايين حق اكل، جايين نصل رحمنا. اتمنى الكل يفتح بابه، لا يسكون بيبانهم، يفتحون بيبانهم، لا يسافرون في بدايه رمضان، يخلون رمضان يعني مثل ايام جدي وجدتي اللي نتيمع ونفرح في هذا اليوم، يعني ايام ما تنسي. للحين احنا قاعد نتذكر الجد والجده، فأتمنى من الأمهات الحين أن يكونوا مثل جداتنا وأجدادنا، وما تضيق عينهم ولا تضيق أذونهم من صيحة اليهال. أي كلها أيام وكلها ساعات بيقضونها وبيمشون. وأتمنى هم من العيال أن يصلون رحمهم، خلي يكون، لا يقول أنا مستقل في بيتي ولا أني أنا مستقل في بيتي. أمك ثم أمك ثم أمك، أمك اللي يابتك اليوم هي بحاجة أن هي تشوفك. الأم تفرح ترى اللقمة اللي يأكلها من إيدها، يعني أنا لما أي أسوي الطبخة ولدي يأكل وأنا بهالعمر أفرح، فما بالك بعد 20 سنة أقول إذا الله طول بعمري وشفت عيالي أتمنى يأكلوا من إيدي، مو إيد الداية ولا إيد الخادم، إيد الأم، أكلوا من إيدها. هذه باب من أبواب الجنة اليوم موجودة، باكر نفقدها. أنا أتمنى أن كل ولد يبر بأمه، وكل بنت البر تسأل أمها بر الوالدين. أوصيكم البر بالوالدين، بر ودين، والدنيا دوارة. مثل ما تبر أمك بيون عيالك يبرونك، وقطعت أمك باكر والله تتمنى شوفتهم وما تلقاهم. فأتمنى من الكل، أمك وأبوك هذولا الينة، إذا انسك باب ما ينفتح بعد خلاص. فعلا. صلى الله على سيدنا محمد وعساكم من عواد إن شاء الله، والله يدوم المودة والمحبة ويجعل بلدنا بلد آمن مطمئن. آمين. وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. آمين. كلمة أخيرة أحمد. يمكن ما أقدر أقول كلام فوق اللي تفضلوا فيه الأساتذة والدكتورة والأستاذة غنيمة. أحب أبارك على الجميع شهر رمضان المبارك، وأتمنى كل واحد فينا كل واحد يسعى لتحقيق هدف أنه يوصل له. بالنهاية إذا في كلمة بسيطة ممكن أوجهها، أقول حق الوالدة أم أحمد والمدام أم جود، زهبوا المنيو ورانا رمضان. تمام، فزهبوا لنا المنيو وإن شاء الله ينعاد عليكم جميعا بالخير إن شاء الله. إذا بما أنها آخر حلقة، إن شاء الله يا ربي الله يعطينا عمر ونلقاكم بعد هذا الشهر الفضيل، لكن كلمة ختامية سريعة نقول، تعودنا نقول كل عام وأنتم بخير، لكن أتمنى من الآن نقول كل عام وأنتم الخير. في كل عام انتهى.